أيضا أحيي عائلة النيفر جميعهم، وأود أن أقول ما هي علاقتي بمحمد صالح النيفر. أنا لم أكن طالبا لديه، ولكنني بحكم أنا مؤرخ وصل إلى يدي وثائق في منتهى الأهمية، وسلمني إياها المرحوم أحمد قاسم. أحمد قاسم كان أحد الأوفياء لمحمد صالح النيفر، وأحمد قاسم أشرفت على رسالتيه الجامعيتين، وعندما أصيب بنكسة صحية جاءني مسرعا وقال لي: أنا قمت بحديث خاص مع محمد صالح النيفر، والشيخ محمد صالح النيفر سلمني جزءا من محاضر جلسات جمعية الشبان المسلمين، وأنا أمنحك إياها لتقوم بواجبك كمؤرخ أمام هذا التراث الوثائقي. لا أكتمكم سرا أنني دهشت لاكتشاف هذه الشخصية العالمة الاستثنائية والأمينة للدفاع على قيم البلاد، وتساءلت لماذا غيب محمد صالح النيفر؟ لماذا غيب؟ هذا ظلم، هذا إجرام في حق ما قدمه محمد صالح النيفر للبلاد. وآليت على نفسي أن أتوقف مليا حول كل محطاته، وبقيت سنتين وأنا أتابع وأواكب لأفهم خلفية هذا العالم الجليل، والذي يندر أن نقف على شخص مثيلا له في كامل تاريخ الزيتونة. أنا أقول في كامل تاريخ الزيتونة، رجل مؤمن مخلص عرف كيف يدافع على الزيتونة بذكاء ويدافع عن قضاياها المصيرية. والمحاضر التي لدي الآن ونشرتها في هذا الكتاب الذي بقيت سنتين يشتغل عليه، إمتاع. من يقرأ هذه المحاضر هو إمتاع فكري وحضاري، ويدل على أن محمد صالح النيفر كانت لديه رسالة حضارية، رسالة توعوية، رسالة فكرية، وبدأت مسيرته. أدرك المجتمع التونسي بكل خصائصه وفهم أسراره، وأدرك أن العلم والتعليم وتعليم البنت هو أحد الجواهر الفاعلة في تغيير المجتمع التونسي، وهذا ما فعله. أن يقوم الشيخ محمد صالح النيفر بإنشاء أكثر من 100 مدرسة في ذلك الوقت في العهد الاستعماري المهيمن على كل مقدرات البلاد، لابد أن ندرك أن محمد صالح النيفر كان جريئاً وكان مؤمناً وكان فاعلاً ولا تردد في قول الحقيقة. كلفه ذلك ما كلفه، وانطلقت مسيرة محمد صالح النيفر بكسب الأنصار، بكسب الأوفياء، وأنا أقول بصراحة بعد الحرب العالمية أو على إثر الحرب العالمية الأولى إلى الاستقلال، محمد صالح النيفر يمثل المحك الحقيقي
للحركة الوطنية. دون فهم محمد صالح النيفر يصعب، يستحيل أن نفهم هذا البلد وأن نفهم خصوصياته الفاعلة جدا. أن يعينه فرحات حشاد في الاتحاد العام التونسي شغل ليس أمرا سهلا أو بسيطا، لأنه أدرك الرجل وقوته الإعلامية وفعالياته أدخله في الاتحاد العام التونسي للشغل. كذلك أيضا كانت عنده علاقات قوية مع رجال الفكر، ودعوته لإنشاء نقابة الزيتونيين. من يقوم بهذا العمل؟ الجراء الذي يجرؤ على ذلك قام بذلك محمد الصالح النيفر، وآمن بأن لديه رسالة تجاه هذه الزيتونة، وتواصل هذا العمل. ولا أنا فصلت هذه الأشياء في هذا الكتاب، وبينت معناها أيضا. أربعة ذكرت الآن تداعيات المؤتمر الاستعماري، يسميه أنا مؤتمر تونس ومؤتمر الجزائر. روعة، شوفوا هذه المواقف اللي تبناها محمد صالح النيفر ضد جورج برسيل، ومدافعا عن أصالة اللغة العربية. هذا ليس سهلا، بل لابد أن نتصور ونموقع الجدليات في ذلك الوقت موقعها الصحيح، لأن العناصر التي كانت لا أقول متبوعة للنظام الفرنسي، ولكن عديد من الزيتونيين كانوا ما قلش يتعاملون، ولكن كانوا منبطحون إلى السياسة الاستعمارية الفرنسية. وأنا ذكرت هذا كل التاريخ لا يمكن أن يخفي بعض الحقائق. وباحترامي لكل العلماء الزيتونيين، ولكن بعض مواقفهم كانت مخلة لتاريخ الزيتونة، كانت فعلا لا تتماشى مع أصالة الزيتونة في ذلك الوقت. ووقف محمد الصالح النيفر رجل صامد يدافع عن هذه الثوابت، يدافع عن هذه الحقائق. طبيعة الحال مواقفه يعرفها الجميع، وبالأخص صراعه مع الحزب الدستوري الجديد. لابد أن نتوقف حول خصوصيات هذا الموقف، ليس اعتباطا. درس كل مواقف القيادات السياسية الحزب الدستوري الجديد، وكان يتألم أن بعض القيادات معناها تنادي بغمض حقيقة الدفاع عن الزيتونة والدفاع عن اللغة العربية. وذكرت أسماء في هذا الكتاب، ذكرت مواقف أقول من سوء الحظ. أنا شخصيا أحترم كثيرا الحبيب ثامر، الدكتور الحبيب ثامر، وهناك من يسميه القديس الحبيب ثامر لأمانته ونظافته وإخلاصه. ولكن التيار العام في ذلك الوقت لم يمكنه من الدفاع عن أحقية اللغة العربية. ولا نحكي على مواقف الحزب الدستوري الجديد تجاه الزيتونة، ودليله على ذلك أنه مواقف كانت تكون معناها نوعا ما صلبة. ولكنني أنا كمؤرخ كان من واجبي أن لا أخفي شيئا، أن أقول الحقيقة، لأن الحقيقة فوق الجميع. وعندما تم في عملية قربة ومواطني قربة أرادوا إلغاء الشعب الدستورية في قربة وتعويذها بجمعية شبان المسلمين، هذا العمل رائد، لأنه فيه تونسيين ناضجين واعين مدركين بهذه العملية. واستقبل محمد الصالح النيفر معناها قيادات سياسية كبيرة جدا على أساس
أن محمد الصالح النيفر أنا عامل دعاية ضد الحزب الدستوري، وعنده على حق، ودليله على ذلك أنه فيما بعد تبين أن أنا لمحمد الصالح النيفر أن رؤية الحزب الدستوري الجديد تجاه الزيتونة وتجاه اللغة العربية وتجاه المشرق وتجاه العروبة أنا مواقف غير أمينة لتاريخ البلد، لتاريخ التراث الفكري للزيتونة. التراث الفكري للزيتونة كان تراثا إيجابيا وفاعلا، ولكن بعض المواقف كانت مخلة. على أي حال نحب نأكد أنه محمد الصالح النيفر أدرك أن واجبه هو الدفاع على هذه الزيتونة والدفاع على الثوابت الحقيقية للبلد. وماذا فعل بورقيبة بعد الاستقلال؟ ألغى تماما جمعية شبان المسلمين، سيطر على كل أملاكها، ناداه الرئيس بورقيبة، نادى محمد صالح النيفر، وأراد محمد صالح النيفر أن يذكر بورقيبة الوعد الذي قطعه على نفسي في الاستقلال سوف يدافع عن الزيتونة. قالوا أين هذا الوعد؟ فرد عليه الرئيس بورقيبة قالوا أنا لا أراهن على الرهان الخاسر، أنا لا أراهن على المستقبل. على أي حال أدرك محمد الصالح النيفر أنه من سوء الحظ المناخ تغير، الوضع تغير، القناعات تغيرت، ولم يعد يجد مكانه في هذا البلد، ففضل الذهاب إلى الجزائر. وفي الجزائر في ذلك الوقت كانت بنبلة وميديان كانوا ينادون بالعربية فهمتني ولا، وأدى واجبه في الجزائر. ولا يمكن لأي زيتوني حر أن ينكر دور محمد صالح النيفر في بناء الفكر التنويري والفكر الواعي بجدلية هذا التاريخ. محمد صالح النيفر هو المحك، هو نوعا ما أنموذج فاعل للدفاع على قضية التنوير. التنوير كلام للتنوير، التنوير عن طريق التعليم، عن طريق إدخال البنت المسلمة في حركية الإشعاع المعرفي. هذا ما فعله محمد الصالح النيفر من خلال مسعيه ومن خلال المدارس التي أنشأها. وأنا أقول للزيتونيين افتخروا بهذا الشخصية، عليكم أن تقيموا لها أكثر من احتفال، واحتفال لإقامتها الآن لا يكفي يا مدام، لا يكفي، لا يكفي، هذا جزء بسيط، جزء بسيط جدا لهذه القامة الجبارة، القامة الجبارة من المعرفة والبحث العلمي اللي قام بها محمد صالح النيفر. وأرجو أن تكونوا أوفياء لهذه الشخصية، وشكرا لكم.